عندك طب لعيبه تانية مرشحه للانضمام للنادي الاهلي قبل ما يخش على الزمالك؟ لا انا اتفق معاه، خاصه محمد ابراهيم بالذات. محمد ابراهيم داخلين فيه بقوه في الاهلي، شايفين انه فعلا هو المركز ده مش موجود في قلب النادي الاهلي بفتره كبيره من بعد رحيل عبد الله السعيد. هو ازمه، يمكن حتى قفشه ما بيأديش نفس الاداء. ويمكن حتى في مره كنت بتكلم مع عبد الله السعيد فبقول له لو احنا بنتكلم مين خليفه عبد الله السعيد في الملاعب، فقال لك ما فيش في مصر غير محمد ابراهيم. للامانه يعني محمد ابراهيم هو يمكن ظلم نفسه كتير جدا جدا، فتره الاحتراف بتاعته وفتره مشاكله مع الزمالك ورجوعه وعودته واصابته عملت له ازمه، مع ان ده كان واحد من جيل محمد صلاح ويمكن كان كابتن على محمد صلاح في المنتخب الاولمبي، فبالتالي كان عنده مشكله وحاسس انه ضيع عمره او ضيع فترته في الملاعب في حاجات ملهاش لازمه. فمحمد ابراهيم من اللعيبه الكبار جدا جدا جدا، واظن ان لو راح النادي الاهلي هيبقى فارق بشكل كبير، لانه خاصه لو استقر نفسيا.